أنا في البداية تحية نضالية من داخل الاتحاد الوطني طلبة المغرب لهذه الخطوة النضالية الراقية اللي عبرنا من خلالها يعني على الرفض ديالنا لكل السياسات يعني لكل الأشكال القمعية يعني اللي كتمارسها الإدارة علينا يعني. والبارح هو خير دليل على أن الإدارة يعني ماشي ضريفة كيف ما كانوا كيقولوا لنا الطلبة وكيف ما تيقولوا في الشعارات ديالهم. فلا يعقل أننا حنا جينا البارح يعني على أرضية مطالب عادلة ومشروعة ديالنا يعني المتمثلة في تأجيل الامتحانات يعني والنقطة ديال تسريع صرف المنح ومجموعة ديال النقط اللي من حقنا كطلبة يعني باش توفرنا وضمننا الاستمرارية من داخل الجامعة. لكن الرد ديال الإدارة يعني كان رد لا إنساني يعني كان رد يعني كيحط من القيمة ديال الطالب يعني كفئة مثقفة كناس اللي واعيين بالحقوق ديالهم. يعني هذاك الشعارات اللي كيتغناو بها ديال أن الإدارة يعني في خدمة الطالب بانت البارح بانت بأن هذيك شعارات فقط مزيفة. فلا يعقل أنك أنت كتقول لي بأنك يعني كتحاول انك تحقق لي المطالب تسمع لي مي مخليني البارح في الشتا كنغوت طلبه مرضو. كاين طالبه يعني بالله عليكم ان الطلبه كاين اللي كيبكي على هذيك الممارسه اللي مارسوا في حقهم. يعني ما نحتاجوش حنا طلبه يبكيو لنا عاد باش غنحقوا لهم المطالب. ولحد الان الحدود اللحظه ما كاين ادنى اجابه من لدن الاداره. يعني حنا ما جيناش طلبنا في شي حاجه كبيره، جينا طلبنا يعني بشروط اللي عادله اللي المنحه تسريع ديالها والتاجيل. يعني ما يمكنش ان جامعات وحدين اخرين يعني مدوزين الامتحانات يعني في الاواخر ديال شهر واحد، مي مثلا ان الجامعه ديال عبد الملك السعدي وبالضبط كليه العلوم والتقنيات هي الاستثناء. حنا ما بغيناش نكونوا الاستثناء، راه يجب عدم التمييز ما بين الجامعات. حنا ما جيناش وقلنا بغينا نتاجل هذا الامتحان غير هكاك وصافي، كاين شي اسباب وراها. اول سبب الجائحه اوميكرون اللي كتسارع بكثره، ما يمكنناش ندوزو في واحد الظروف اللي كتخاف من الوباء. اصلا جامعه عبد الملك السعدي ما موجداش لهذه الظروف هذه، ما موجداش لهذه الاحترازات الوقائيه. ثاني حاجه الماجوريتي ديال لي فيليير باقي عندهم لي تي دي في القسم، باقي هاد السيمانه كيدوزو يعني اللي باقي ما سالوش الدروس باش يعطيهم واحد المولى فين نراجعوا الدروس. يعني يساليو الدروس خصهم يدوزو امتحان السيمانه اللي جايه، ما يمكنش. ثالث حاجه الموديل المولف كيتقرا في 3 شهور، كنا كنبداو شهر 9 كنساليو في النص ديال كندوزو امتحانات في يناير في 15، نقصوا لنا شهر 9 وزادوا أخ يعني قد يعني سرعوا امتحان نهار 5، يعني نقصوا لنا 40 يوم. 40 يوم راه كافيه انك تشد تلميذ وتقول لي غير سير الدار بلا ما تجي. البارح درنا احتجاجات من 10 صباحا حتى 7، ما كان بدون رد. المسؤولين غادروا العماده ما كيجاوبوناش، حانين الروس وغادين ما عبروناش. واش نستعبروها مهزاه ولا نعتبروها قمع؟ جو سي با انا صراحه شنو هذا الشيء. وقابلت كليات اخرين، حنا الاستثناء الوحيد اللي غندوزو في نهار 5، كليات اخرين كاملين اجلوا امتحانات الى اخر يناير، وهذا هو يعني كتحس هنا بواحد التمييز بين الكليات. ما يمكنش انك كليه اخرى تعطيهم فرصه التلاميذ يراجعوا الدروس ديالهم يكملوا لي شابيتر اللي باقي ما كملوهمش، وحنا يزربوا علينا في الامتحان.
الطلب ديالنا هما انهم يقبلوا بعد الطلب، نهضروا معاهم، يجوا يعني نتقدموا مائده الحوار، يناقشوا معنا المطالب. الا كنا حنا على خطا فيقنعونا، كنا على صواب ياخذوا بعين الاعتبار هذه المطالب ويحقوهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.